اليوم الفعالية يعني تتضمن عدة أنشطة، منها هذه النشاط الذي جرى في مكتبة أو في الأوبرا، دار الأوبرا، والنشاط الذي نتحدث عنه اليوم وهو أيضا مرور 400 سنة على رحيل يعني رجل المسرح الأول كما نعرفه هو ويليام شكسبير. في 27 من شهر آذار يحتفل محبو المسرح والأدب المسرحي في العالم باليوم العالمي للمسرح، وقد تم الرأي في هذا العام أن يكون احتفاؤنا بهذا اليوم مواكباً لاحتفاء مثقفي البشرية بمرور 400 سنة على رحيل شكسبير، لأن اسم شكسبير غدا رمزاً مسرحياً ليس لبني قومه فقط وإنما لمثقفي العالم أجمع. تحت رعاية وزارة الإدارة المحلية والبيئة، عقدت الجمعية السورية للوقاية من الحوادث الطرقية ندوة بيئية بعنوان تلوث هواء دمشق مشكلة بيئية خانقة، وذلك في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق. تفاصيل أوفى مع الزميلة هيام ليس. مثل ما ذكروا السادة المحاضرين أنه عمل في تنظيم التلوث والانتهاء منه هو عمل جماعي يبدأ من الفرد وينتهي بالمجتمع بشكل متكامل، وبالتالي أهمية التوعية لفريق الشباب لضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تساعد في بيئة نظيفة وتساعد في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تلوث الهواء. نحن في دمشق نعاني مشكلة بيئية خانقة، هي مشكلة تلوث الهواء، وتلوث الهواء مشكلة مزمنة وصعبة لأنه أسبابها كثيرة وعدة جهات لها مسؤولية في معالجة المشكلة، وبالتالي المعالجة بدها تكون جماعية وتشاركية وبتضم الجهات الرسمية وغير الرسمية الأهلية والمدنية. يعني الواقع الندوة بصورة عامة على ضوء الإمكانات وعلى ضوء ما نعيشه كانت ناجحة بنسبة كبيرة جدا، والمحاضرون كان لديهم وزن وحجم في مجال البيئة والمبايئة والتبيؤ. هذا الحكي اليوم كان مثمر ومفيد بوجود كثير من المحاضرين المهمين، وألقوا الضوء، كان تسليط الضوء على كيف المركبات وأنه القديمة نوقفها، وكيف كانت كمان في إلحاظ على موضوع أنه المركبات اللي غير ما عم تنفحص بالوقت الحالي، عم نطالب بدعم أنه تكون بفحص فني دقيق لأنه كتير بتأثر، والمولدات الصناعية والمولدات اللي عم تكون بالبيوت هي عم تشكل تلوث كبير.